أسعد الله صباحكم كل خير. اليوم الثلاثاء 31 مارس الساعة 6 صباحا فتح المطاف، مطاف المسجد الحرام للطائفين، وهذه بشارة خير إن شاء الله. نسأل الله أن يزيع عنا وعنكم هذه الغمة، نشوفكم إن شاء الله في هذا المكان طائفين معتمرين إن شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.